Who wants to be a millionaire? من يريد أن يكون مليونير أو من يريد أن يربح المليون أو من يريد أن يكون مليونير؟ خلينا نشوف هذا الموضوع. Is that your final answer? Chris Tarrant asked in English. هل هذا هل جوابك نهائي؟ هذا كريس تارنت يسأل باللغة الإنجليزية. جواب نهائي يسأل asked جورج قرداحي in Arabic. Yes, my final answer. نعم جوابي النهائي. The constances were weekly and waited to be told weekly. المتنافس يقول ذلك بضعف وينتظر to be told أن يتم إخباره بالريزلت النتيجة. There is a pause. ثم هنالك وقفة توقف. Then the music starts. ثم تبدأ الموسيقى. The suspense is التعليق يعني هذا التوقف is unbearable لا يحتمل. A few seconds later بعد عدة ثواني. The constant المتنافس and the audience know if the money has been won or lost. الجمهور يعرف إن كانت الأموال قد ربحت تم ربحها أو خسارتها. Do you recognize the program that being described? هل تعرف أو هل عرفت البرنامج اللي تم وصفه؟ It is called Who Wants to be a Millionaire? من يريد أن يربح المليون؟ أو من يريد أن يكون مليونير؟ And it is the world's most popular game show. وهو أكثر برنامج شعبي أو معروف ومشهور في العالم. It was invented in Britain. تم اختراعه في بريطانيا. In 1998 and was taken to the United States a year later. ثم تم أخذه أو تبنيه أو العمل به في الولايات المتحدة بعد سنة. In 1999 it was being shown six nights a week on the American channel ABC and now it has been exported to 70 other countries including Pakistan, Indonesia and Turkey. يقول هنا it has been shown تم يعني عرضه في ستة ليالي a week في ستة ليالي بعد أسبوع في هاي القناة الأمريكية اللي اسمها ABC والآن هو تم إصدار أو تم إرساله أو يعني إرساله إلى شنو؟ إلى 70 بلد آخر بضمنها الباكستان والإندونيسيا وتركيا. At the beginning of each show في بداية كل برنامج عرض 10 contestants take part in a first round called fastest finger first. هاي يقول 10 متنافسين يشاركون في أول جولة تسمى fastest finger first. هاي أول يعني هاي أول الأصبع الأكثر سرعة. They are asked to put four answers in particular order. يطلب منهم وضع أربعة أجوبة تكون بترتيب معين. Okay. محدد. The successful contestant المتنافس الناجح is allowed يتم السماح له to sit in the chair الجلوس في الكرسي and play the main game ولعب اللعبة الرئيسية. زين. Each contestant is asked increasingly difficult questions. كل المتنافس يتم سؤاله على نحو متزايد أسئلة صعبة. Each time في كل مرة the correct answer must be chosen from four possibilities. الجواب الصحيح يجب أن يتم اختياره من أربعة يعني اختيارات ممكنة. Money is won for each correct answer. الأموال يتم ربحها لكل جواب صحيح. If the contestant answers incorrectly, إذا المتنافس أجاب بشكل غير صحيح, is usually loses the money he has won. فهو يخسر الأموال اللي ربح. However, مع ذلك, there are some amounts of money. هنالك بعض الكميات أو المقادير من الأموال that guaranteed اللي يتم ضمانها مثل الألف باوند. أو 32,000 هاي 1,000 pound أو 32,000 pound. أوكي زين.
If the contestant is not sure of the answer, he is allowed to use one of the life lines. طبعا إذا كان المتنافس غير متأكد من الجواب يسمح له باستخدام واحد من هذين الإجابات الإجابات الثلاثة. But each life line, ولكن كل هذا كل اختيار من هاي اللايف لاين can be used once only, يمكن استعماله مرة واحدة. He can phone a friend, هو يستطيع الاتصال بصديق. Ask audience, يسأل الجمهور. Or ask for 50-50, أو يطلب منه يعني حذف إجابتين. When a contestant asked for 50-50, two incorrect answers will be taken away by the computer and two answered will be left. يقول عندما المتنافس يطلب أو يسأل بحذف إجابتين فإن هنالك إجابتين جوابين غير صحيحة سوف يتم حذفهن من قبل الكمبيوتر وإجابتين راح يبقى. One of these is right, واحد منها يكون هو الجواب الصحيح, and one is wrong, وواحد هو الخطأ. When all three lifelines, عندما هاي الاختيارات الثلاثة have been used, يتم استعمالها, the game gets more difficult, فإن اللعبة تصبح أكثر صعوبة. But contestants don't have to answer a question, لكن المتنافسين لا يجب عليهم الإجابة على الأسئلة. If it is too difficult, إن كان صعبا جدا, instead, بدلا من ذلك, they can keep their winnings and stop playing, يمكنهم الإبقاء على أرباحهم والتوقف عن اللعب. To win a million, لربح المليون, a total of 15 questions must be answered, مجموع 15 سؤال يجب الإجابة عليها. In Britain by 2005, في بريطانيا في سنة 2005, the top prize of £1 million had been won 4 times. الجائزة المليون okay, تم ربحها 4 مرات. The Arabic version of the game was first shown in November 2000, and already 2 contestants have won the top prize of £1 million Saudi Riyal. يقول هنا النسخة العربية للعبة كانت أول مرة في نوفمبر في شهر 11 شهر تشرين الثاني في سنة 2000 و already 2 contestants, وكان للتو عندك متنافسين 2 ربحوا الجائزة الجائزة المليون من جائزة مليون ريال سعودي. The last series of the British show was watched by 18 million viewers. السلسلة الأخيرة من البرنامج البريطاني تم مشاهدتها من قبل 18 مليون مشاهد. What makes the show so popular? ما الذي جعل البرنامج أكثر شعبية؟ Firstly, أولا, there is no time limit for answering the questions. ليس هنالك وقت محدد للإجابة على الأسئلة. This means that a lot of suspense is built up while the contestants think about the answer. هذا يعني أن هناك الكثير من التعليق is built up, يتم يعني بناؤه أو وضعه بينما المتنافس يفكر في الجواب. Another reason, الجواب الآخر, is that viewers always imagine, أن المشاهدين دائما يتخيلون they are playing the game, أنهم يلعبون اللعبة. While they watch, بينما هم يشاهدون, they decide which of the 4 answers they would choose, and they often share the contestants' anxiety and indecision. هم يقررون أي من الأربع من الأجوبة الأربعة هم راح يختارون, وغالبا ما يشاركون قلق المتنافس والحيرة والتردد مالته. Finally, أخيرا, the show is quite educational. أخيرا البرنامج هو برنامج تعليمي نوعا ما. At the end of each show, في نهاية كل عرض, most people watching it have learned at least 2 or 3 new facts. في نهاية كل
برنامج أغلب الناس اللي يشاهدوا قد تعلموا على الأقل حقيقتين أو ثلاثة حقائق.